عقدنا اليوم اجتماعا بحضور معالي وزير التربية ومدير عام الوزارة بخصوص القرار رقم 488/2023 المتعلق بتنظيم التدريس ببرنامج الماجستير. وبعد المناقشة من الزملاء أعضاء اللجنة والاستماع لمداخلة معالي الوزير والوفد المرافق وحفاظا على حرية التعليم من جهة وجودته من جهة أخرى وعلى حسن سير العمل بمؤسسات التعليم العالي، أوصت اللجنة بأخذ بالملاحظات اللي تم شرحها وتقديمها للوزارة لتلافي الشوائب المتعلقة بالشكل والمضمون. وبعد الانتهاء من مناقشة القرار المذكور اطلعت اللجنة من معالي الوزير على مجريات التحضير لانطلاقة العام الدراسي بالمدارس الرسمية ولقائه مع روابط التعليم المختلفة. وشددت اللجنة بهيدا السياق على الإسراع بتأمين مستلزمات العام الدراسي ولا سيما منها إعطاء التعويضات المالية للبدلات الإنتاجية للمعلمين حتى يتسنى لهم العودة الكريمة وانطلاق العام الدراسي الجديد بمرونة تضمن المحافظة على المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية. ولضمان استمرارية العام الدراسي نؤكد على الحكومة تأمين الدفعات المتبقية من قيمة 150 مليون دولار أو ما يوازيها بالعملة الوطنية بالوقت المتفق عليه والمطلوبة من قبل وزارة التربية لتأمين ليس فقط انطلاقة العام الدراسي بل أيضا استمرارية العام الدراسي. ويعطيكم ألف عافية. لا ما وصل بعد. لا ما وصل. وطرحوا بدنا نطلع عليه لحتى نشوفه. قبل عم تحكي عن مجانية التعليم اليوم خبرنا اياه بس هيك بس بعد فعليا ما وصلتنا. انا على صعيد الخاص بدنا شوي نشوف الوضع البلد قبل يعني اذا الوزارة بتحمل او لا، لانه اصلا العام الماضي كنا مكسورين على 20 مليون دولار. يعني كان بدنا 20 مليون دولار، طيب اذا بدي امن انا 20 مليون دولار لينطلق العام هي تشارك بين المواطنين وبين الوزارة. بس بيدرس هلا لاحقا انه هذا الشيء هذا المطلوب، هي هو دور المدارس الرسمية انه هيك يكونوا. بس لما يكون وضع بلد طبيعي، نحن بوضع بلد استثنائي هلا حاليا. هلا نحن من كل شيء صرنا على الجهات المانحة واخر شيء نتهم الاعلام انه نحن عم نشحط. اول شيء علينا ان ندخل للدولة اللبنانية المدخولة اللي بنسمعها من عدة وزارات انه لبنان غني ونستطيع بإدارة سليمة ووقف الهدر، ان ندخل للبنان العوائد بطريقة ما، وبعدين بنرجع بننظمها ومنقسمها على القطاعات الموجودة، واولويتها يجب ان تكون القطاع التربية وقطاع الصحة كمان. يعطيكم الف عافية. عراسي شكرا. لا بدي